ولك يا مولانا انتوا مشددين خلاص، البنات ديل منعتونا نتكلم معاي، انت امتنعت؟ والله ما امتنعت، تراه كان باريناكم بالجن، احنا جنينا وكان باريت شغلك ده يا هول بالجن، تقعد جنب الترعه تغني والقمر سرحان تو، هسي ده ما مجنون؟ يعني شايفين القمر واقف ولك سرحان تو، يا زول يا تو قمر، انت قصدك يا تو قمر بالضبط كده، لك انت ما فهمت انا قصدي البيت، وطيب وكت البيت بالتوه، انت داير بالتايه شنو؟ انا ما دار اضبطه معاك، قصدك القمر ده؟ والقمر قدرناه منازل. لا لا ما قصدي القمر ده، انت فهمكم ضيق، ها فهمك الواسع شنو؟ والله قصدي انا البيت بيت، وشفت القمر سرحان يتوه، القمر يعني شنو البيت؟ طيب بيت تايه انت دار تتوه معاه ولا كيف؟ هوك التايه انت دار باجنو؟ كله لخبطه يا اخو غش ولف دوران، بعدها نهايه المطاف يا اما يغشها وتغشه ويقعوا في المعصيه وبعدها ينبذه وتنبذه ويفضحه وتفضحه وخلاص، تاني يبقى يقول لك والله البنت كشفت حالها، يا ريت كان سمعنا كلام الناس زي، يا اما بعدين يتزوجها، وزي دي لما يتزوجها بتدعبه كل اسبوع تجيبه، اسمع خالتي ولده طهروه شوف لي توب، يبقى لافي من درداقة ومرة ركشة ومرة طلبة، مالك حرقان انت وتعبان، لا المرأة دار لا توب يا اخي، يجيب التوب تاني يفتش في الحنة تاني، يا اخ مالك ومال المصايب، ابقى زي انا بعدين زوج لك مرأة تكون محترمة ومظللة زول ما شايفها، الله تكون مرأة ذات محترمة جدا، يزوجها دي بتحترمك، دي شافها في الشارع ما بزول بيقدر يشاغلها، بيقدر يشاغلها ولك يا اخي مظلة ويشاغلوها في شنو ذاته، لكن ديك مشاغلة وش كيف وكترت الكحول، مالك ومال الكحول، انت نظارة مالك ومال، كلام كثير وفارغ جدا، فلذلك انت تتعلم بتبعد من المصائب دي كلها، مصائب الشرك، مصائب البدع، يا اخي بدع شغالة في البلد دي. حتى صارت البدع سنة عند كثير من الناس، والسنة بدع، والله واحد من اخواننا قال لي قلت له زول ما تنادي غير الله، قال له ما اقول يا رسول الله، قال له ما تقول رسول ذاته، قال لك ما تناديني اذا سالت فاسال الله، قال لي هو ذاته ده اخونا النصح الزول، قال الزول قال لي والله انتم مشركين شرك شرك اكبر ذاته، والله والله انا ضحكت ذاته، قلت له مشركين شرك اكبر في شنو؟ عشان قال لك كذي بس، قال لي والله انتم مشركين شرك شرك اكبر ذاته، قال لي يعني ذاته طلعك برا المله، عشان قلت له الله واحد سبحانه وتعالى، ففي جوانب زي دي كثيره خاصه عند المتصوفه.